ازيكم شباب؟ النهاردة هنتكلم عن A1 Mechanics Grade 10. معاكم محمد قشت من قناة STEM Tutorial. اول حاجة، بما ان الميكانيكس يعني مادة جديدة عليكم، لازم تعرفوا الاول ايه هي الميكانيكس اصلا. الميكانيكس دي فرع من الـ Applied Mathematics Dealing with Motion and Forces Producing Motion، يعني بشكل اساسي بتتعامل مع الموشن وبتتعامل بقى مع الفورسز اللي بتبروديوس موشن. وطبعا هتدرس بقى كونسبت ليها علاقة بالموضوع ده زي الانرجي وهكذا. يعني طبعا في فروع تانية، بس هو الاساس للميكانيكس هو التعامل مع الموشن والفورسز وهكذا. يعني دي كده الكونسبت اللي عليكم في الال او ده. عليكم جرافس اوف موشن، بوزيشن تايم جراف، فيلوسيتي تايم جراف، اكسلريشن تايم جراف، ريلاتيف فيلوسيتي، انستانتينوس فيلوسيتي، وافريج فيلوسيتي، وريفرنس فريمز. ريفرنس فريمز دي ليها علاقه بريلاتيف فيلوسيتي يعني. ودي السكيلز او الحاجات اللي انتم المفروض تبقوا بتعرفوا تعملوها بعد ما تخلصوا ال او ده. وهنا بقى انا قسمت ال او، قسمت الفيديو يعني والبرزنتيشن لحاجه غير الترتيب بتاع الكونسبت، لان انا شايف ان ده هيبقى اسهل. يعني الاول هنتكلم عن الفيكتور اند سكالر كوانتيتيز، ودي حاجه انتوا اخدتوها في اعدادي بس هنرجع عليها مراجعه سريعه. يعني سكالرز كان بي كومبليتلي ديسكرايبد باي ماجنيتيود، يعني احنا عشان نوصف كميه سكالر فاحنا بنبقى محتاجين ماجنيتيود بس، ما بنبقاش محتاجين دايركشن. سكيلرز كان بي ادد الجبريكلي، يعني مثلا لو احنا قلنا في اوبجكت الماس بتاعته 5 كيلوغرام واوبجكت تاني الماس بتاعته 3 كيلوغرام، فاحنا لما نيجي نجمع الماسز هنعمل ايه؟ هنعمل 5 بلس 3 ايكوال 8. هما بنعمل لهم ادينج الجبريكلي عادي. دي ار اكسبريسد از بوزيتيف اور نيجاتيف نمبرز اند يونت. ليه بقى ممكن نوصفها بوزيتيف اور نيجاتيف نمبر؟ عندك مثلا حاجه زي الانرجي ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف، وده بيدل على gaining او losing للenergy. دي examples للscalars: distance, energy, mass, speed. في كمان vector quantities: vector need both a magnitude and direction to describe them. يعني في vectors انت بتبقى محتاج magnitude و direction. they need to be added, subtracted and multiplied in a special way. دول بقى مش زي الscalars نعملهم adding algebraically ولا حتى subtracting ولا multiplying، لكن دول بيبقى ليهم special ways هتدرسهم ان شاء الله في LO4. ودي examples للvectors velocity, acceleration, force and displacement. دلوقتي هنعرف الفرق ما بين حاجتين قريبين لكن حاجة vector وحاجة scalar، زي distance والdisplacement. distance it's the length of the actual path covered during movement from a position to another. يعني لو افترضنا مثلا ان انا مشيت لقدام ناحية north 10 meters بعد كده رجعت 3 meters، فانا كده distance بتاعتي 13 meters. لكن في displacement بقى it's the smallest distance between the starting point and the ending point and the direction from the starting point to the ending point. يعني قلت نفس الاكزامبل بتاع المرة اللي فاتت وقلت ان انا مشيت لقدام 10 meters بعد كده رجعت 3 meters، فكده هيبقى displacement بتاعتي 7 meters وهيبقى الدايركشن بتاعها northward لان احنا قلنا اللي انا مشيت لقدام. وكذلك برضو في speed والvelocity. speed the rate of change of distance per unit time، اما الـ velocity the rate of change of displacement per unit time in a given direction لان هي vector زي ما احنا عرفنا. acceleration the rate of change of velocity per unit time in given direction. تاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي graphs of motion. عندها تلات انواع من الجرافز زي ما احنا قلناهم. هنبدأ بالـ position time graph. الـ position time graph ليه يعني ممكن يبقى كذا شكل زي اللي قدامنا. اول حاجة بس عايزكم تعرفوها عشان هتسهل عليكم، زي مكتوب تحت the slope gives the velocity، يعني الـ slope بتاع اللاين اللي عندك في الجراف ده بيديك الـ velocity. ده بالنسبة للـ displacement time. ليه؟ لان انت عندك الـ velocity بتساوي delta displacement over time، فانت عندك لما تيجي تاخد الـ slope هيبقى برضو delta displacement over delta time. عندك اول حاجه لما يكون الاوبجكت ات ريست، فانت طول ما التايم بيعدي الديسبيسمنت ثابته، يعني مثلا في اول ثانيه الديسبيسمنت 5، ثاني ثانيه الديسبيسمنت لسه 5، 10 ثانيه الديسبيسمنت لسه 5 مترز. يعني طبعا انت طالما هي ثابته فانت متتحركش من مكانك، هيبقى الاوبجكت اللي عندنا هنا هيبقى ات ريست. ثاني حاجه وهي كونستانت فيلوسيتي. عندك هنا لما التايم مثلا بيعدي ثانيه الديسبيسمنت بتبقى 1 متر، ثانيتين بيبقى 2 متر، 3 3 متر، 4 متر. فانت عندك الريت هنا ثابت، الريت بتاع زياده الديسبيسمنت بير تايم، فيبقى دي كده كونستانت فيلوسيتي. لكن لو عندك الريت مش ثابت ده بيبقى نون كونستانت فيلوسيتي.
في شكلين كمان ممكن يقابلوك للكونستنت فيلوسيتي، وهي لما يبقى عندك شبه اللي عندنا ده كده هنا، ده كده بدأ مثلا عند اول ثانية كانت الديسبيسمنت بتاعته 5، تاني ثانية بقت 6، تالت ثانية بقت 7. فانت عندك هنا هو بدأ اصلا من positive displacement، يعني انا كأني جبت مسطرة كده قدامي وبدأت من مثلا 5 سنتيمتر، وقمت فضلت ازيد، يعني الاول كنت 5 سنتيمتر، بعد كده بقت 6، بعد كده بقت 7، انا قاعد امشي لقدام، وده طبعا constant velocity. اللي بعديه برضو constant velocity، وبرضو بدأ من positive displacement بس move to opposite direction، زي كأني جبت نفس المسطرة وبدأت من 5 سنتيمتر، بعد كده قمت رجعت مثلا، بدأت من عند 5 سنتيمتر، رجعت 4، رجعت 3. ده بالنسبة للposition time graph. هنخش بقى في الvelocity time graph. أول حاجة the slope gives the acceleration، يعني الacceleration بنجيبها من السلوب بتاع line اللي في الجراف. يعني عندنا أول حاجة كده أنت الvelocity بتاعتك في أول ثانية مثلا 7، تاني حاجة تاني ثانية سوري زي ما هي 7، تالت ثانية زي ما هي 7، 10 ثانية زي ما هي 7. فأنت عندك هنا الacceleration بزيرو لأن الvelocity ثابته او يعني constant velocity. وكمان لو جيت تجيب السلوب بتاع اللاين ده او الستريت لاين ده هيديك 0. تاني حاجه constant acceleration، يعني الفيلوسيتي بيزيد بمقدار معين كل وقت معين. هنا مثلا عندك اول ثانيه كان الفيلوسيتي 1، تاني ثانيه بقت 2، تالت ثانيه بقت 3. هنا ماشي الفيلوسيتي بتزيد بس بريت معين، فهنا عشان الفيلوسيتي بتزيد بريت ثابت فدي كده constant acceleration، لكن لو بتزيد بس مش بريت ثابت فدي كده non constant acceleration. دلوقتي هنخش برضو في انواع تانية من الجرافس. واول حاجة عندنا اللي هي على الشمال خالص velocity is positive وincreasing او speeding up، لان احنا هنا عندنا الفيلوسيتي بتزيد كل ما التايم بيزيد، فده كده طبيعي يعني البادي اللي عندنا او الاوبجكت بي increase الفيلوسيتي اللي هو speeding up او بيتسارع يعني. والacceleration هنا constant acceleration positive لانها ناحية positive direction. تاني حاجة عندنا وهي velocity is positive لان انت بدأت من positive velocity decreasing او slowing down، والacceleration هنا هتبقى to the negative direction. بنروح بقى عشان ايه نشرح اللي قلناه. اول حاجة انت عندك هنا مثلا الvelocity كانت 50، بعد كده بقت 40، بعد كده بقت 30. انت عندك اصلا الفيلوسيتي بتساوي ايه displacement over time او دلتا displacement over time. طالما displacement بيقل مش معنى كده اللي هو بيقرب ناحية الزيرو، فبالتالي الفيلوسيتي بتقل. الفيلوسيتي بتقل فهو كده بيديكريز الفيلوسيتي او بيعمل slowing down، وهنا في acceleration لان الفيلوسيتي قاعدة تقل. لما يكون الفيلوسيتي بتقل برضو ممكن نقول عليها deceleration. الاكسلريشن او الديسلريشن اللي هنا is constant in the negative direction لان هنا هو راح للزيرو، لان زي ما قلنا كان 50 بقى 40 بقى 30، هو رايح ناحية الزيرو لان هنا velocity is negative لانه هنا بدأ من negative displacement. Decreasing او slowing down واكسلريشن is constant وpositive. يعني احنا هنا عندنا velocity زي مثلا كانت negative 50 بقت negative 40 بقت negative 30. هي الفيلوسيتي بتزيد بس هي الماجنيتيود بتاعها بيقل. ليه بقى؟ بدل ما هو ماشي كان مثلا كان ماشي بفيلوسيتي 50 متر بير سكند في النيجاتيف دايركشن، بقى ماشي 40 متر بير سكند في النيجاتيف دايركشن برضو، و30 متر هو بيقلل الفيلوسيتي لكن هي في النيجاتيف دايركشن، فبالتالي هو هنا بيعمل سلوينج داون اوف ديكريزنج للفيلوسيتي. والاكسلريشن از كونستانت والبوزيتيف لان هنا هو ناحيه ماشي ناحيه البوزيتيف دايركشن، لان الفيلوسيتي لما بتبقى بتقرب على الزيرو فبالتالي الديسبيسمنت برضو بتقرب للزيرو، وهو هنا بادئ من النيجاتيف، فمعنى كده برضو ان الديسبيسمنت بدا من النيجاتيف وبتقرب للزيرو، فبالتالي هي ماشيه ناحيه البوزيتيف دايركشن. هنا بقى في رابع جراف الفيلوسيتي از نيجاتيف increasing and speeding up. ليه؟ لان كان الاول برضو زي ما قلنا هو كان 10 متر بير سكند بس في النيجاتيف دايركشن، بقى 20 متر بير سكند بس في النيجاتيف دايركشن، بقى 30 متر هو بيزيد بس في النيجاتيف دايركشن، بس في الاول وفي الاخر النيجاتيف ده بيعبر عن دايركشن، فهو كماجنيتيود هو الفيلوسيتي قاعده تزيد، بالتالي هو هنا speeding up او increases the velocity. وهنا برضو الاكسلريشن is constant but to the negative direction.
لان زي ما احنا قلنا هنا the slope gives the acceleration. فاحنا بالتالي لو جبنا السلوب في اول جراف هتلاقي ان السلوب هيبقى بوزيتيف, في تاني جراف هيبقى نيجاتيف, فبالتالي الاكسلريشن نيجاتيف. تالت جراف بوزيتيف, رابع جراف هيبقى نيجاتيف. هنا انا بشرح اللي ورا او هو اللي ورا بالظبط, بس الفرق يعني بيشرح لك الاكسلريشن والديسلريشن, وهو نفس الكلام اللي احنا قلنا ورا يعني. وهنا بقى برضو يعتبر نفس الكلام, بيبقى speeding up لو هو كان 3 velocity كان 3 بقت 4 بقت 5, واللي تحتها على طول دي برضو كانت 3 بقت 4 بقت 5 بس في النيجاتيف دايركشن. ففي الاول وفي الاخر الفيلوسيتي بتزيد, لكن في التانية دي بتبقى العكس, كانت 9 بقت 8 بقت 7, وبرضو تحت بقت كانت 9 بقت 8 بقت 7 بس برضو في النيجاتيف دايركشن. فبالتالي نعرف ان هو كل ما بيقرب للزيرو او الاكس اكسس يبقى هو بيسلوينج داون, لكن كل ما بيبعد عنه يبقى هو سبيدنج اب. ده برضو ملخص للي فات على يعني الساينس بوزيتيف اور نيجاتيف. والاكسلريشن تايم جراف ده ما فيهوش حاجه يعني, عندك لو هو ماشي كده ستريت لاين بارلل تو اكس اكسس فبالتالي هو هنا كونستانت اكسلريشن, تاني جراف هو نون كونستانت اكسلريشن, تالت جراف برضو نون كونستانت اكسلريشن, وكمان هو ما فيش ريت اوف تشينج للاكسلريشن. فبالتالي تاني وتالت جراف ما نعرفش نقول عليهم حاجه غير نون كونستانت اكسلريشن. دلوقتي اكسرسايز سريع كده, how long did it take to travel from 10 to 30 meter, عشان نعرف انت ممكن توقف الفيديو وتحلها بعد كده ترجع تشوف الحل تمام. عشان نعرف from 10 to 30 meters فهو هنا هيتحرك من 10 to 30 meters, يعني هو اتحرك المسافة دي. فين اللاين؟ ان من المسافة دي للمسافة دي هو ده اللاين تمام. يعني احنا لو خلنا كده من 10 شايف كده كأنها مشينا اللاين ده, و30 مش اللاين ده, فين اللاين اللي ما بينهم؟ هو ده. فاحنا هنشوف التايم اللي اللاين ده خده اللي هو بدأ من هنا لحد هنا, فيبقى من 1 ل 3 يبقى 3 minus 1 اللي هي equal to seconds. الاكسرسايز التاني which of the following is true. اول حاجة هنبص كده على الجراف اللي عندنا, هنشوف ان هو بعد ما عد 4 ثواني كان الاوبجكت مشى 20 meters, عدى 4 ثواني كمان كان الاوبجكت مشى 20 meters كمان, فبالتالي استنتجنا ان دي constant velocity. ليه؟ لان rate of change of displacement per unit time is constant, فبالتالي دي constant velocity. فنشوف بقى الاختيارات, the object increases its velocity, the object decreases its velocity, the object's velocity stays unchanged, the object stays at rest, more information is required. طبعا هنا the object's velocity stay unchanged اللي هي يعني constant ما بتتغيرش. تالت حاجة معانا what is the velocity of the object, عشان نعرف ال velocity بتاع ال object في اكتر من طريقة نحل بيها السؤال ده. ممكن ان احنا نجيب ال slope وممكن نحلها كده, يعني مثلا انت عندك هنا عند الثانية 0 كان 10, عند الثانية 1 كان 5, عند الثانية 2 كان 0, فبالتالي هنا هو بيقل 5 meters every second فيبقى عندنا negative 5. وفي طبعا انت ممكن تجيب السلوب وبرضو هتطلع معاك negative 5 meter per second, فبالتالي الإجابة هتبقى B. تالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الـ average velocity. الأول نعرف الفرق ما بين الـ average speed والـ average velocity. The average speed the total distance traveled divided by the time required to achieve that distance. لكن the average velocity the net displacement divided by the total time required to achieve that displacement. فعندنا هنا example, suppose a man walked 3 meters eastward in 12 seconds in a straight line, then 4 meters northward in 20 seconds in a straight line, then 5 meters in 25 seconds in a straight line back to the original spot from which he started. What is the average speed? فهنا ده كده رسمة اللي هو مشاه, فهو مشى 3 meters ناحية east في 12 seconds, بعد كده 4 meters north, بعد كده رجع 5 meters. فاحنا عندنا الـ average speed total distance traveled divided by total time,
فاحنا عندنا هنا total distance هيبقى 3 plus 4 plus 5 over 12 plus 20 plus 28. فهنا هيبقى عندنا ال average speed 0.2 meter per second. example 2 هو نفس السؤال اللي فات بس طالب ال average velocity. ال average velocity بقى هنا هتبقى 0. ليه؟ لان احنا قلنا هي بتبقى the total displacement. فهو هنا عندك هو مشى ويعني فضل يمشي east بعد كده north بعد كده رجع، فهو رجع لنفس النقطة بتاعته، فبالتالي كده ال displacement اللي هو عملها 0، لان هنا هيبقى ال distance between the starting point and the ending point is 0، فبالتالي هيبقى 0 over 60 اللي هي ال time اللي هو خده to travel يعني، فهيبقى 0 0 meter per second. فهنا عندها نفس الاكزامبل بس ال average speed 0.2 متر بير سكند لكن ال average velocity 0 متر بير سكند. هنا exercise بيقول a snapshot of 3 racing cars is shown on the diagram. All 3 cars start the race at the same time at the same place and move along a straight track. As they approach the finish line which car has the lowest average speed. ال average speed بنحددها على حسب ال time وال distance اللي ال object خدها. هو هنا بيقول لك هما بدأوا في نفس الوقت، الصورة دي اتاخدت للتلات عربيات في نفس الوقت، فبالتالي التايم هنا عندنا متساوي، فاللي اللي هيفرق ما بين الافريج سبيد بتاعت عربية والتانية هي الديستنس، فبالتالي اقل ديستنس هتبقى اقل افريج سبيد، اعلى ديستنس هتبقى اعلى افريج سبيد، فبالتالي كان الشكل قدامنا اقل افريج سبيد هي كار 3، اعلى افريج سبيد هي كار 1. فالسؤال اللي عايز the lowest average speed فهتبقى هي كار 3. رابع حاجة هنتكلم عنها وهي relative velocity and reference frames. انت دلوقتي قاعد تتفرج على الفيديو، ال velocity بتاعتك 1440 كيلومتر بير اور، لكن برضو ال velocity بتاعتك زيرو لانك متحركتش من مكانك. لكن ده ازاي؟ ده بيعتمد على حاجة اسمها reference frame. ال reference frame ده هو الحاجة اللي انت بتقيس على اساسها، لان ال relative velocity من اسمها كده هي بتبقى relative لحاجة، فانت بتبقى محتاج reference frame عشان تقيس عليه، يبقى هو انت بتقيس الفيلوسيتي ريلاتيفلي. فانت سرعتك تبقى 1440 كيلومتر بير اور لو ده ريلاتيف مثلا شخص واقف بيراقبك من الفضاء سي مثلا يعني، فهيبقى ده سرعتك. لكن سرعتك في نفس الوقت زيرو ريلاتيف مثلا للكرسي اللي انت قاعد عليه او للارض بتاعت الاوضه اللي انت قاعد فيها، لان انت بالنسبه لها قاعد ما بتتحركش. فهو انت بتاخد الريفرنس فريم معين تقيس عليه، فده يعني الريفرنس فريم مهمة جدا وخصوصا في الميكانيكس، لان انت بتتعامل مع الموشن فيلوسيتيز، فانت بتبقى محتاج اللي انت تحدد الريفرنس فريم بتاعك، يعني دي حاجة اساسية. الريلاتيف فيلوسيتي is the difference between the two bodies velocities. طبعا انت هتاخد في اعتبارك الاشارات. ليه؟ لان احنا بنتعامل مع velocity، فهي بيبقى الاشارات بتدل على الدايركشن، فلو هما التو بوديز اللي انت بتقيس عليهم في نفس الدايركشن فيبقى الاثنين بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف، لكن لو هما في دايركشن مختلف يبقى واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، وانت اللي بتحدد مين البوزيتيف ومين النيجاتيف، او المساله اللي بتجيلك بتبقى محدده. فبالتالي عندك هنا الايكويشن ايه فيلوسيتي اي بي، يعني فيلوسيتي بتاعه كار ايه ريلاتيف تو بي هتساوي velocity بتاعت A minus velocity B. وبما انك هنا بتتعامل في الـ LO ده بتتعامل مع relative velocity in one dimension، فانت يعني مش هيقابلك صعوبة، لكن في LO4 هتبقى انت درست الـ vectors فهتتعامل في الـ two dimensions، وساعتها هيبقى يعني الموضوع اكبر من كده شوية. شوف بقى الـ example اللي قدامنا. لو احنا قلنا مثلا الـ car A الـ direction بتاعها positive، car B الـ direction بتاعها negative، فيبقى velocity of car A relative to B هيبقى 60 minus negative 80 اللي هي هتبقى equal 140 كيلومتر بير اور. يعني car B شايف ان car A ماشي ب 140 كيلومتر بير اور. car B velocity relative to A هيبقى negative 80 minus 60 equal negative 140 كيلومتر بير اور. يعني كار A هيبقى شايف ان كار B بفيلوسيتي نيجاتيف 140. ليه نيجاتيف؟ لان احنا زي ما قلنا اصلا كار A الدايركشن بتاعها بوزيتيف، فطبعا كار B جاي عليها، فهي تبقى شايفاها رايحه ناحيه النيجاتيف دايركشن، بالتالي هيبقى هنا نيجاتيف 140 كيلومتر بالاور.
لو هنا بقى الاثنين في نفس الدايركشن، يا اما نقول الاثنين بوزيتيف يا اما الاثنين نيجاتيف. فهنا مثلا لو قلنا الاثنين بوزيتيف فهيبقى عندك كار ايه فيلوسيتي ريلاتيف تو بي هيبقى 60 ماينس 80 اللي هي نيجاتيف 20. يعني كار بي هيبقى شايف ان كار ايه ماشي بنيجاتيف 20، او شايف ان هو ماشي ب 20 كيلومتر بر اور ناحيه النيجاتيف دايركشن. لكن بقى كار بي فيلوسيتي ريلاتيف تو ايه هيبقى 80 ماينس 60 اللي هي 20 كيلومتر بر اور. ازاي؟ لان كار ايه هيبقى شايف ان كار بي ماشي بسرعه 20 كيلومتر بر اور تو ذا بوزيتيف دايركشن او الدايركشن اللي هما الاثنين ماشيين فيه. خامس حاجه واخر حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي الانستانتينوس فيلوسيتي. ده instantaneous velocity هي ال velocity بتاعت ال particle عند instant معينة او لحظة معينة. يعني كأنك مثلا عملت freeze لل time في الوقت ده وشفت ال velocity بتاعت ال object عند اللي هي النقطة اللي انت وقفت عندها وعملت freeze عندها لل time. ودي طبعا دي افضل من انك تاخد average velocity، لان لو قلنا مثلا عربية ماشية في track مشيت ب 40 بعد كده ب 50 بعد كده ب 30 بعد كده ب 20 وطبعا تايم معين لكل فيلوسيتي. لو انت عايز بقى انك تحسب الفيلوسيتي عند نقطة معينة ايه هيبقى الادق؟ انك تجيب الافريج فيلوسيتي وتحسبها انها هتبقى مدة التراك ده كله وهتحسب الافريج فيلوسيتي، ولا انك تجيب الانستانتينوس فيلوسيتي عند لحظة معينة؟ طبعا هي انك تجيب الانستانتينوس فيلوسيتي. دي من الاهمية الكبيرة الانستانتينوس فيلوسيتي. ازاي بقى نجيب الانستانتينوس فيلوسيتي من بعض جرافز اوف موشن اللي هو البوزيشن تايم جراف والفيلوسيتي تايم جراف فروم دي تي جراف. دي تي جراف هو البوزيشن تايم جراف. اف ذا جراف ريبريزنت بودي ات ريست ذن ذير از نوت انستانتينوس فيلوسيتي. لان لو انت عندك الجراف بيقول لك ان البودي ده ات ريست فهو ما بيتحركش، فالانستانتينوس فيلوسيتي او الفيلوسيتي عند اي لحظه معينه هيبقى بزيرو. If the body moves with constant velocity يبقى الانستانتينوس فيلوسيتي عند كل نقطة بتساوي الكونستانت فيلوسيتي. لكن بقى لو البادي moves with constant velocity يبقى الانستانتينوس فيلوسيتي متساوية عند كل ثانية او كل انستانت يعني، وهتبقى بتساوي constant velocity لانه كان عند اول ثانية 20 متر بير سكند، تاني ثانية 20 متر بير سكند، تالت ثانية 20 متر بير سكند، فبالتالي الانستانتينوس فيلوسيتي هتبقى هنا بتساوي constant velocity. لكن لو كان بقى البادي accelerating او exponential graph زي ما بين عندنا تحت باللون اللبني ده، فانت عشان تحسب الديستانس عند تايم معين احنا زي ما احنا عارفين الفيلوسيتي بتساوي ديسبيسمنت اوفر تايم، فانت بقى عشان تحسب الفيلوسيتي عند اللحظه المعينه دي في التي فانت بتشوف اللي بيقابلها من الديستانس، فانت بتشوف الديستانس اوفر تايم. وفي حاجه تانية اللي انت ممكن اللي انت ترسم لاين يبقى تانجنت للبوينت دي وتجيب السلوب بتاعها اللي هو برضه هيساوي هنا ديسبيسمنت اوفر تايم، او انك تجيب تان ثيتا اللي بيعملها تانجنت مع الاكس اكسس وبرضه هيبقى بيساوي ديسبيسمنت اوفر تايم. سريعا كده عشان تجيب الانستانتينوس فيلوسيتي هنا، فانت عايز تايم معين ممكن انت تشوف الديسبيسمنت اللي بتقابله ويبقى ديسبيسمنت اوفر تايم، او انك ترسم عند البوينت دي تانجنت وساعتها يبقى السلوب بتاع التانجنت هو بيساوي برضو الديستانس اوفر تايم اللي هو هيديك برضو الانستانتينوس فيلوسيتي، او انك تجيب تان ثيتا اللي بيعملها التانجنت مع الاكس اكسس وده برضو هيبقى بيساوي السلوب وبيساوي ديسبيسمنت اوفر تايم وده برضو هيجيب لك يعني انستانتينوس فيلوسيتي. تاني حاجه عندنا اللي هي تجيب الانستانتينوس فيلوسيتي من فيلوسيتي تايم جراف. هو ده عموما مش هتقابلك كتير، بس ببساطه يعني انت عايز تجيب عند تايم معين هنا مثلا، فانت هتشوف ايه اللي بيقابله على الريليشن اللي عندك، او زي ما هنا مثلا اكسبوننشال، فتفضل ماشي لحد ما تشوف ايه اللي بيقابل الفيلوسيتي هنا، وده هيبقى الفيلوسيتي عند التايم المعين ده. ممكن تبقى لينير مش لازم تبقى اكسبوننشال، بس عموما انك تجيب الانستانتينوس فيلوسيتي من فيلوسيتي تايم جراف دي هتقابلك قليل جدا لو قابلتك يعني. هنا عندنا كده اكسرسايز سريع. What is the instantaneous velocity at time t equal 6 seconds؟ هنا عندنا position time graph. فاحنا هنا عندنا عند t equal 6 لما نيجي نشوف هنلاقي ان هنا البادي كان at rest. ليه؟ لان هنا هو parallel to x axis وده position time graph، فبالتالي الفيلوسيتي equal 0 او البادي هنا at rest، فبالتالي هتبقى instantaneous velocity برضو equal 0. طب لو قلنا عند time 2 فاحنا محتاجين ان احنا نشوف السلوب بتاع اللاين ده، لان في اللحظه دي كان هو ماشي بكونستانت فيلوسيتي، فبالتالي الانستانتينوس فيلوسيتي هتساوي كونستانت فيلوسيتي. فاحنا محتاجين نجيب الكونستانت فيلوسيتي من خلال ان احنا نجيب السلوب بتاع اللاين ده. السلوب بتاع اللاين ده هيبقى 2 minus 6 هيبقى نيجاتيف 4 اوفر 4، فبالتالي الانستانتينوس فيلوسيتي عند تايم 2 هتبقى ايكوال نيجاتيف 1 متر بير سكند. وهنا شباب نبقى وصلنا لاخر ال او
هو ال او مش طويل بس محتاج حل كتير، يعني قد الوقت اللي انت ذاكرته 3 4 مرات على الاقل مثلا، عشان اول حاجه تثبت المعلومه، تاني حاجه هيقابلك حاجات انت ما شفتهاش او ما ذاكرتهاش، ما قابلتكش وانت بتذاكر فعشان تعرفها، تالت حاجه ان انت تتدرب على اشكال كتير للاسئله وتعرف يعني الدنيا ماشيه ازاي وكده، خصوصا الميكانكس بتبقى محتاجه حل كتير. وهتلاقي البرزنتيشن ديت وفايلات اسئله في لينك درايف تحت في الديسكريبشن، ولو عندك اي اسئله او تعليق على حاجه معينه ممكن تكتبها تحت في الكومنتس. وبس كده، كان معاكم محمد كشك من قناه ستيم توتوريال.